تحويل الراتب يعني مضرة في العمال؟ لما تكون في سلطة صح تمشي قرارات، هي قرارات السلطة بتجعل العمال يرتبوا حالهم وبعدين يرتبونا. مش مؤتمنين جماعتنا. هذا الاضراب لانه يا عمي احنا بطلنا نلاحق، احنا عم موافقين على طلباتهم صحتين، بس يا عمي التسريح بشتري 2500 شيكل يراعوني فيه، يعطيني اياه التسريح 700 شيكل وانا بعطيهم عن طريق. اما هسه بالفعل انا كل اسبوع بسوي 2000 شيكل بروح مع بجاي 40 شيكل من العالم. الناس تضيع راتبنا على السلطه. لانه احنا بدنا عن طريق السلطة تعمل لي حقوق تبعاتنا. هل انتم يعني بتقبلوا حقوق كل العمال؟ هل انت تتابعني اخر سنه في حياتي بعمري؟ بيجينا تعويضه، بيجينا تعبنا، بيجينا كل شينا بحقوقنا، اذا بتتحاول على السلطه هل تضمن انه يعني هذا ياخذ الحقوق تيجي كاملا؟ لو بدنا نقعد 20 سنه في الدار بتعطينا شيء يعني. شفنا التجارب يعني السابقه طبعا شيء مش صحيح، ولو احسن لو في سدو، بس المواطن متخوف لانه عارف شو اللي صار زمان، بس يعني ممكن اخاف. ولا احنا لو في مثل مصلحه لنا شو مشكله؟ طبعا ما عنديش تسريح انا ولا عندي رقم ولا حاجه، بس هذا رايي الشخصي يعني. غير موافقين لانه غير مؤتمنين عليه. التجارب موجود يعني، الفساد الموجود يعني، بدنا تجارب اكثر من الموجود. مستشفى خالد الحسن، قبل مستشفى خالد الحسن كان مصنع الاسمنت، ناس عايشين في بروج عاجيه وناس عايشين تحت خط الفقر. احنا بكفينا التسريح 2500 شيكل والعمال بيجروا ليلا ونهارا مش قادرين يجيبوا اجار التسريح. اللي بعطل اليوم بحط تسريح من جيب. يعني احنا عمال مثلين هوا، بروح للحكومه لانه بنزلوا من رواتب 17% اكيد يعني 17% اول شيء بيبدوا 3% بعدين بصيروا يسعوا 5% 10% بصيروا يسعوا مو فينا. اول شيء انا بني ادم بشتغل 350 شيكل في اليوم، بدفع للتسريح 2700 شيكل بالشهر. لما انهم يقسموا علي ضريبه ويقسموا علي 14% شو بدي صفي لي انا؟ اضلني نايم في الدار احسن لي، او اشتغل بالضفه ب 20 شيكل خلص. ليش انزل واتعب حالي؟ ليش اروح انا اتبهدل وادفع تسريح واتبهدل على المعبر يوم اتمرمط واخر شيء ما يصليش ولا شيء؟ على امانه ما بثق في حدا، ما بثق في حدا، انا ما بثقش لمصريات بجيب، ما بثق باي بني ادم على وجه الارض. هسا ممكن انه بالبدايه يحكوا الدولار، ولكن لقدام شويه ممكن تامينات، ممكن فرض ضرائب، فرض ضريبه قيمه مضافه للايام اللي جايه واللي قدام راح يكون أسوأ من الوضع الحالي. فعشان هيك احنا رافضين ورافضين رفض قطعي فكره تحويل الرواتب على البنوك. خايفين انه من الخصم قد ايش يصير عليهم من المعاش الشهر. مش عارفين شو الاسلوب اللي بدهم يمشوا فيه. هل انه منزل معاشهم زي ما بيقبضوه من المعلم ولا بنخصم عليهم من البنك مبلغ 100 200 300 الله اعلم قديش مش فاهمين شو الطريقه. صح كله بيستغلوا العامل في مصريات وفي تعب وفي يعني كل راح تكون انا بتوقع كل استغلال في استغلال يعني. عامل طول النهار بيطلع الساعه 5 الصبحيات ابن الوزير والوزير ما بينزلش معاشه على بنوك مزبوط؟ بنوك مستشفى خالد الحسن اللي بتحكي عنه، من 4 سنين لما انت تبرعاته خالد الحسن.